ازيكم عاملين ايه متابعين قناة مشاوير؟ احنا النهاردة جايبينكم عند سينيوريتا. سينيوريتا في سيتي لايت كارفور سيوف جنب بي تك على طول. احنا هنا النهاردة في سينيوريتا وعاملين عروض حلوة قوي على العبايات السوري. بصوا عندنا هنا عبايات كتير يا جماعة، اشكال والوان وموديلات ياما قوي بجميع الالوان والقصات. طبعا موجود كل المقاسات هنا وعاملين عروض حلوة قوي. بصوا الخامات والتطريز يا جماعة، تطريز حلو قوي، حاجات تنفع للعرايس وكمان الناس الكبار شوية والامهاتنا، موجود كل المقاسات. بصوا الشغل، حلاوة الشغل. بصوا الوان جميلة قوي وتطريزات حلوة جدا. معانا ابو محمد هيقول لنا بقى على الاشكال اللي عنده النهارده ايه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابو محمد. ميرسي يا ابو محمد. قول لنا. بصوا دي صورت الموديلات دي. دول عليهم عرض دلوقتي اليوم، اول يوم ان شاء الله بمناسبه 225. ب 225 يعني المجموعه دي كده ب 225 بدل من 280 يا جماعه. كل المجموعه دي ب 225 بس. كمان بصوا لسه هنعرف بقى من ابو محمد دي عامله فين. برضو دي ب 225، دي في سكوز وفي منها اللون ده. في كمان الفستان ده، الفستان ده حلو قوي. دول كده ب 225 يا ابو محمد. بصوا الحاجات جميله قوي يا جماعه، خامه كمان حلوه قوي كلها في سكوز. الوان 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 جميله، الوان حلوه قوي. ودي كلها يا جماعه تطريز. ها كل ده كده تطريز. الحاجات دي في منها الوان. طبعا الوان المقاسات ده ستاتي جميل جدا. ده مقاساته ايه ده يا ابو محمد؟ ده واحد واثنين. ده واحد واثنين. ده ازاي؟ ده بلاستيك. بصوا الكم، كم كم بصوا عامل ازاي، يكون في حركه كده من هنا. هفتح جميل قوي يا جماعه. وفي الدرس ده كمان، شوف الدرس ده في حركه كده ان هو اربع الوان. أيوة. عكس بعض. طبعا في الوان منه ومثل ما قلت لك واحد واثنين، وبرده مقاساته واحد واثنين. الحاجات دي كده كلها ب 225. الحاجات دي كلها كده ب 225 يا جماعه. بص بقى الابيض ده عشان العرايس. روعه. ده عشان العرايس يا جماعه بقى. في منه الوان. ده عشان السبوع، حلو قوي للسبوع برضو. وفي منه كمان الوان. بصوا التطريز بتاعه والتقفيل حلو قوي. تقفيل حلو شغل عالي وخامة عالي. احنا هنا عند سينيوريتا في سيتي لايت يا جماعه سيوف. بصوا برضو ده اللون التاني من اللي احنا لسه مورينه لكم. احنا داخل سيتي لايت برضو مقاساته واحد واثنين. بيلبس لحد كام كيلو ده يا ابو محمد؟ دي عندي 120 كيلو. لحد ال 120 كيلو. حلوة قوي. برضو دي عبايه تنفع للاستقبال وتنفع للخروج يا جماعه. دي كمان بصوا بقى الالوان، بصوا الالوان حلوه قوي. دي حلوه قوي يا جماعه استقبال في رمضان، تبقى جميله قوي شكلها مميز. بصوا الشغل بتاعهم، الشغل بتاعهم حلوه قوي. حلوة. كل الحاجات دي ب 225 بس يا جماعة. مش عايزة اقول لكم الخامات عاملة ازاي، الخامات حلوة قوي وطرية كلها فيسكوز. ده برضو لون تاني منه. دي برضو مقاسات واحد واثنين. واحد واثنين. ده قطن معالج، ده بيكش ولا بيخلع. يلا كلها خامات عادي. حلوة قوي برضه. ده الواحد والحزام. بصوا في جيب هنا كده، والجيب ده كله كده تطريز يا جماعة. بصوا برضو الألوان، ألوان الصيف الحلوة. ناس واحد واثنين في ألوان. حلوة قوي يا محمد. بصوا بقى يا جماعة، بصوا الدريسات الجميلة دي، والله الدريسات دي تنفع خروج كمان. خروج واستقبال حلوة قوي. ده برضو في منه ألوان.
بص بقى الحاجات الحلوة اهو، كل ده ب 225. 225 225 بس يا جماعة، عند سنيوريتا في سيتي لايت السيوف. بصوا الحاجة، بصوا الأشكال يا جماعة، الأشكال حلوة قوي والخامة مميزة جدا والتطريز بتاعه عالي قوي. بصوا برضه في عندي أنا موديلات ياما، ولكن مشان الوقت ما نطول عليكي. في أشكال كتير قوي، بصوا أنا هوريكوا حاجات كده برضو. شايفين برضو المجموعة دي هو عامل عليها عرض ب 225 جنيه بس يا جماعة. بصوا الألوان، وفي فوق النبيتي برضو، كل الحاجات اللي على الصدر دي تطريز، كل الشغل بتاعهم تطريز، هما ما بيشتغلوش طباعة خالص. واللون الأخضر برضو ده لون مميز قوي، القصة بتاعتها جميلة قوي. كل الحاجات دي 225 جنيه بس. العرايس بقى يا جماعة، والناس اللي بتحب تشاور وبتجيب من العبايات الاستقبال دي، موجود منها هنا بكميات كبيرة جدا. كل الحاجات اللي عنده دي ب 225 جنيه بس. عنده برضو مقاسات صغيرة ومقاسات كبيرة، عنده لحد 120 كيلو. الوانه حلوه قوي، عندهم كل الالوان، حاجات مميزه يا جماعه. كل الشغل ده تطريز، ما فيهوش طباعه خالص. شايفين الالوان، هنا عند ابو محمد كل اللي يجي تبع قناه مشاوير في خصم كبير قوي، خصم 225 جنيه على كل قطعة موجودة عنده. يا جماعة اللي يجي يقول ان هو تبع قناة مشاوير، هو هيعمل معاه الواجب وزيادة. احنا هنا برضو عند سنيوريتا كارفور سيتي لايت اللي في السيوف. المكان اول ما تدخله هو على اليمين، المعرض هنا بتاع ابو محمد السوري، كل الموديلات اللي عنده دي موديلات سورية، اسمه سنيوريتا. اي قطعة هنا ب 225 جنيه وبس.